المقاولة هو كيان قائم بذاته، عنده استقلالية وحضور قانوني وشرعي. التركيب ديال هذا الكيان كيستوجب المرور عبر مجموعة من المراحل اللي كتشكل لبنات الخلق الإداري للشركة. المرحلة الأولى هي اختيار الاسم والموافقة عليه من خلال سيرتيفيكا نيجاتيف أو الشهادة السلبية في المركز الجهوي للاستثمار أو البوابة الرسمية ديالو. من بعد الاسم كتجي مرحلة صياغة وتسجيل النظام الأساسي للشركة على يد موثق أو محاسب، ثم مرحلة المقر اللي بلا به ما يمكنش تقوم المقاولة. فإذا كان صاحب المشروع كيملك محل خاص به فلازم عليه الإدلاء بشهادة الملكية أو عقد الكراء كونترات باي إذا قام باستئجار هذا المقر. هاد الوثائق كتوضع في المركز الجهوي للاستثمار من أجل التسجيل، ثم سحب الفورمولار إينيك من نفس البوابة اللي كيضم اسم الشركة والهدف الاجتماعي والرأسمال والشركاء والمسير. هالشي لازم أنه يتصادق عليه بالإضافة إلى التصريح بالشرف والشواهد الشخصية إلى كان الهدف الاجتماعي مقنن. ومرة أخرى هاد الوثائق قد توضع في المركز الجهوي للاستثمار، ومنه كتخرج لاباتونت والضريبة المهنية والرقم الضمان الاجتماعي والرقم السجل التجاري والتعريف الضريبي. ومن بعد الإشهار في الجريدة الرسمية والجريدة العمومية كتصبح المقاولة عملية.